طالع عندنا السكايدات طلاب. اي دكتور واضح. بالي دكتور طالع. تمام، نجي على dosage form ثاني اللي هو السبوستريز. السبوستريز and الباسريز نسميهم، هذولي راح أعتبرهم solid dosage form. ليش solid dosage form؟ لأن يعني أنت بوقت الادمنستريشن مال السبوستريز أو الباسريز اللي هي عبارة عن مثلا complex tablet يستخدموه vaginally، فإنه هذه نسميها الباسريز. فas a definition, السبوستريز medicated solid dosage form generally intended for use in the rectum, vagina and lesser extent باليوريثرا. يوريثرا. زين، after insertion شنو اللي يصير؟ هنا راح يصير عندك melting، يعني لازم انه درجة حرارة الملتينج مال السبوستريز يكون يساوي درجة حرارة الجسم. ليش؟ لأنه الريليزنج مال الدراج أصلاً راح يكون after melting للبيس مال السبوستريز بالجسم، فهنا لازم أنه تكون درجة حرارة أو الملتينج بوينت مال المادة اللي تستخدمها هي 37 أو أكثر بشوية أقل بشوية. بالنسبة للفاجينال سبوستريز sometimes called as a pessaries مثل ما قلنا، و it's also made as a compressed tablet that disintegrated in body fluid. دكتورة أسف المقاطعة بس السلايد ثابت. تمام. هسه واضحة عندكم السلايدات؟ بالي بالي دكتور. فهنا مثل ما قلنا البسريز ممكن انه تكون على شكل تابلت، يعني مو الكونستنسي مال السبوستريز، لا راح تكون شلون التابلت العادي اللي ناخذه. زين، عبارة عن باودر كومبرست مضغوط ويخلوه فاجينالي. هذا ما راح اعتبره يعني نفس الميكانيزم اللي راح يصير بيها الديسوليوشن او الملتينج للسبوستريز، لا. هنا أنا شنو اللي راح يصير؟ راح يصير عندي الديسنتجريشن والديسوليوشن العادي اللي مثل التابلت، انه لازم عندي فلويد ويصير له انه بالبدايه تتفكك المولكيولز، يعني تتفكك مثلا الفلوكس او يعني البارت مال التابلت ويصير ريليزنج للادراك. هذا شنو؟ طبعا انه ايضا لازم ناخذ بعين الاعتبار انه هي حسب البي اتش مال الفاجينا، وبنفس الوقت انه يعني الكميه مال الفلويد اللي موجوده فاجينال، يعني مو مثل انه الاستومك، انه طبعا انه الكميه مال الفلويد اللي بيها اكثر، الانزيمات بيها اكثر، يعني انه فانه هاي كلها تساعد انه شنو؟ تساعد لي بالديسوليوشن مال التابلت. بس فاجينالي انه انا ما عندي انزيمات، الفلويد الكميه كلش قليله، فهنا انه هذا كلها تنأخذ بعين الاعتبار ديورينج الكومبريشن وبنفس الوقت ديورينج الفورميليشن. فهي الفورميليشن مالتها ما يشبه السبوستريز، انه ما عندي بيس واذوب والى اخره، وبنفس الوقت ما يشبه الفورميليشن مال التابلت. فلهذا السبب انه خلينا الدوزج فورم يعني قسموها انه عندي السبوستريز وياها البسريز. نعرف انه هذه السبوستريز شلون او ليش يعني انه نسوي لها هذا الفورميليشن، فاكيد لازم نعرف الريكتوم فيسيولوجي. التيرمينال اللي هو من 15 الى 19 سنتيمتر of the large intestine، يعني انه يخلون السبوستريز اللي تتحضر لازم تكون يعني انه تشبه أو matching ويا الفسيولوجي مال التيرمينال اللي هو قلنا 15 إلى 20 سنتيمتر إنه maximum. الريكتال فلويد no buffering capacity،
انه ما يقدر يسوي بافرنج، لان الحجم مال الفلويد هو من 1.2 الى 3 مل. يعني تخيل انه انت عندك السابوستريز اللي هي مثلا 2 جرام او 1 جرام اقل، يعني اصغر سابوستريز موجوده، انه هي لازم هذا الفلويد يذوبها مثلا، او يعني انه يصير لها ديسوليوشن بي. زين هنا راح الماده اللي اكتب انجريدينت اللي تستخدمها لازم تكون قليله، فما يقدرون يستخدمون اللارج كوانتيتيز او لارج كونسنتريشن بالسابوستريز. البي اتش طبعا هو 6.8، فهنا انه ايضا لازم انه يكون عندي ماتشنج بتوين الستبس اللي يمر بها اللي تمر بها السابوستريز ديورينج الريليزنج مال الدراج. المايلد انفايرمنت للدراج كان تشينج البي اتش، يعني انت اي بي اتش تخليه مختلف عن ال 6.8 فانه مباشره الاريا كلها راح تصير بدرجه البي اتش مال الدراج، لانه ما عنده بفرنج كاباسيتي، ما يقدر انه يعني المنطقه ما تقدر انه تسوي كفرنج او ترجع البي اتش مالتها. فلهذا السبب انه بعض السبوستريز اذا تختلف عندك البي اتش يصير عندنا اريتيشن بالمنطقه. ال Li function absorb H2O and electrolyte، هذا الفانكشن مالتها. ف low surface area poor absorption compare ويا ال small intestine. طبعا ال rectal blood circulation، فإنه هنا عندنا main blood supply راح يكون من ال superior وال middle وال inferior hemorrhoidal vein، هذول ال veins اللي تغذي المنطقة. فانه اهم هنا لازم تعرف انه الانسرشن مال السابوستريز يكون باي مكان، لانه تعتمد كل فين وين راح ياخذ هذا، يعني من يسوي ابزوربشن للدراج او ريليزنج للدراج انه وين راح ياخذ هذا الدراج. راح نشوف هنا مثلا السوبيريور هيمورويدال فين، فانه الانفيريور راح يودينا للهيباتيك بورتال، معناته انه راح يروح للليبر. احنا بعض الدراجز يسووها على شكل سبوستريز، لانه مثلا تسوي ستومك اريتيشن، يعني بالجي اي اريتيشن، وبنفس الوقت ممكن انه باعتبار انه انا الماده اللي داخليها كلش قليله، فانه بيها تروح للبورتال فين، ايضا تروح للليفر، فيصير عندي الفيرست باس افكت. اذا تذكروا شرحنا يمكن مرحلة أولى شرحت لكم إياها. زين فهنا هذا إذا راح للليفر فمعناته كمية كبيرة من الإدراك راح تصير inactive، فيحاولون يسووها على شكل سبوستريز حتى ما تروح للكبد، يعني إنه ما يصير عندي هذا first pass effect. نفس الوقت إنه بالميدل والإنفيرير فالإدراك goes directly into a systematic circulation، يعني إذا الابزوربشن صار من الميدل اور الانفيرير فمعناته هنا للسيستميك سيركوليشن مباشرة، معناته ما عندي فيرست باس افكت او الفيرست باس ميتابوليزم باي ذا ليبر. الدراج افويد الستومك اند دايجستيف انزيمز، نفس الوقت انه ما راح يصير عندي يعني ما راح تتعرض الاكتيف انجريدينت للدايجستيف انزيمز. فهنا انت بدورك شنو يعني كفارماسيست لازم انه يعني as a patient concealing تقول له don't place too high in rectum، يعني ما يصير يدفعها كل جوايه بالركتم، لازم انه تكون يا اما عندي بالميدل يا اما inferior. ما اخلي السابوستريز، نشوف هنا هذا مكانها، هذا الانفيرير وهذا الميدل، ما يعني اذا وصلت للسوبيرير معناته انه راح تروح first pass effect او الميتابوليزم مال الليبر. فلازم انه الانسرشن مال السبوستريز ما يكون يعني للسوبيريور، يعني انه هذه المنطقه ما نقول له نوت هاي. نجي هنا على الانسرشن اللوكيشن المفروض مال السبوستريز، فهذا اعتبره تو هاي، هذا جست رايت، وهنا تو لو. ليش هنا نتولو؟ مع العلم انه هي ايضا انه ما راح تروح فيرست باس افكت، بس ممكن انه يصير عندك ليكج من يعني من الانس، يصير عندنا ليكج او مثلا تطلع الاكتيف انجريدينت او هي السبوستريز كلها ممكن انه تطلع قبل لا تنطيني ريليزنج للاكتيف انجريدينت.
فالأول مكان هو يكون just right هنا in the middle، يعني الانسرشن مالته يكون middle. واضح طلاب؟ بلدي دكتورة. عندكم سؤال قبل أن ندخل بالformulation؟ تمام، نجي على الformulation. أول شيء إنه قبل أن نحكي على الformulation إنه هي يعني تعتبر difficult to form to formulate يعني بالمختبرات أو بأي مكان، لأنه يعني المكونات مال ال ingredient مال الفورمولا هي شوية إنه hard to work with. والشغلة الثانية هي أصلاً لازم تكون إنه accurate، الكمية اللي دا أشتغل بها هي 2 جرام، يعني maximum يعني أكثر شيء ما يسوون أكثر من 2 جرام يعني as a suppositories، ممكن إنه أصغر اللي هي الواحد. فإنه هذا يحتاج البرسنت تكون واضحة، الملتنج إنه مالتها درجة حرارة 37، يعني إنه لازم الملتنج مالتها، فإنه ممكن إنه أنت إذا تشتغل بالمواد وتلزمها بيدك فإنه هي رح يصير بيها ملتنج. أول مشكلة راح تواجهنا بالformulation اللي هي الwater in suppositories. Formulator do not like to use water for dissolving drug in a suppositories for a following reason. أول شيء عندك إنه أنت تستخدم fatty base. كلكم شايفين suppositories إنه هي fatty. فالwater may cause oxidation of fats. هذه أول مشكلة إنه راح تصير عندك، ممكن إنه يصير عندك oxidation للفات إذا استخدمت water بالformula. If a suppositories are manufactured at high temperature, the water may be evaporate. يعني شنو هنا؟ أنت إذا تحتاج أنا يعني راح تحتاج إنه تسوي melting للبيس. شلون من مثلاً إنه شفنا بال consistency مال أو بالformulation مال الكريم والointment، فإنه أنا عندي oily face أو oily base راح أستخدمها. فأنت هنا راح تحتاج درجة حرارة عالية على مود تسوي melting حتى تسوي incorporation بقية المواد. فممكن انه هنا اذا انت مستخدم ووتر بالفورمولا هذا الووتر راح يصير له ايفابوريشن. اذا صار عندي ايفابوريشن معناته شنو؟ راح يصير كريستلايزيشن للدراج اللي انت مثلا مذوبه بالووتر. هذه مشكله ثانيه. الابسوربشن اوف ووتر سوليبل دراج از انهانسد اونلي اف ذا بيس از ان اويل ان ووتر ايمولشن with more than 50% of a water in external phase. يعني شنو؟ ممكن انه انا احضر الايمولشن، يعني يستخدمون اكو تحضيرات او فورمولات تكون بيها ايمولشن، انه انا عندي ووتر سوليبل ماتيريالز او سوليبل دراجز راح اخليها ان اويل، فهنا انا راح اسويها مثل الايمولشن. قلنا الايمولشن اللي هو اي اكيوس فيس واويل فيس يسوي لهم ميكسينج توجذر، يعني يسوهم از ا ميكستشر. فهنا ذا كانت عندي البرسنت 50% اوف ووتر از اكسترنال فيس. Drug excipient interaction are more likely to happen in the presence of water. طبعا لانه هنا مش راح يصير عندك انه totally solubilization للمواد اللي هي تذوب اصلا بالووتر، فممكن انه هنا راح تزداد عندي ال interaction between ال excipient. Bacterial contamination طبعا as a problem باي dosage form بها ووتر كنسبة يعني انه كبيرة بالنسبة للفورمولا هي نفسها، يعني ممكن انه انت أنا مدى أحكي مثلاً عن كمية كبيرة من الووتر ممكن نص جرام، لأنه أنت التحضير اللي تحضرها هي كلها 2 جرام، فنص جرام راح تعتبر يعني كمية كبيرة بالنسبة للفور يعني للدوزج فور مالتك اللي تحضرها اللي هي 2 جرام. فالبكتيريا contamination may be as a problem، إنه هنا ممكن إنه نخلي البريزرفاتيف حتى to overcome this problem طبعاً. عندنا مشكلة الهيغروسكوبيتي إنه الجلسترولاتين هذه سبوستريز، هذا نوع من السبوستريز اللي راح نجي عليهم نشرحهم واحدة واحدة طبعا، بس إنه هذا النوع سوري هذا النوع إنه ممكن يصير عند اللوس للمويستشر in a dry climate and absorb moisture in humid condition. يعني شنو؟ يعني هنا أنا راح تعتمد على الباكيجينج مال ال suppositories، وبنفس الوقت ممكن ايضا during the formulation او مثلا اذا سوينا يعني اللي هو مو التغليف مال المصانع اللي يكون مثلا strips وباكس والى اخره، فانه مجرد ما انت تتحضر
السبوستريز بالمختبر ممكن راح تتأثر بهذا الكلايمت، يا أما راح تسوي absorption للموشر أو drying إذا كان الوذر أو الكلايمت هو dry، فإنه راح تأثر على المواد مال الفورمولا مالتك أصلاً، هي راح تتأثر بالكلايمت. The high cross copacity of polyethylene glycol based bend on the chain length of the molecules. هنا أنا راح تعتمد على chain مال المولكيولز، نعرف إنه هي بيها البوليإثيلين يعني بمثلاً 600 ب 1200 يعني، فكل ما زادت المولكيولر ويت أو chains الطول مالتها، فمعناته إنه أنا راح تتأثر الأبسوربشن مال الهيوميديتي. As the molecular weight of these ethylene oxide polymers increase, the hygroscopicity decrease. كل ما زاد عندك ال ethylene oxide polymers معناته ال hygroscopicity راح تقل. هنا نلاحظ إنه جدًا نقول oxide ethylene oxide. Drug excipient interactions and compatibilities exist between the polyethylene glycol base and some drugs. مثلاً هنا أنا عندي sodium barbital and salicylic acid crystallized out of polyethylene glycol. يعني ما تخلي polyethylene glycol عندك salicylic acid والsodium barbital ما تقدر تستخدمهم في polyethylene glycol. High concentration of salicylic acid ممكن أن يسوي لنا soften للpolyethylene glycol. أو راح تصير الكونستانسي اللي عندك هي تشبه الأوينتمنت، يعني إنه مو هارد إناف حتى تقدر تسويها as a suppositories. البنسلين جي is stable in cocoa butter and other fatty bases. It's decomposed in a polyethylene glycol base. يعني هنا البنسلين جي هم أيضا ما تقدر تستخدمه polyethylene glycol base، راح نستخدمها ويا الكوكا باتر. هاي كلها أنواع مال bases. نجي على ال viscosity. When the base has a low viscosity, sedimentation of the drug is a problem. مثل إنه أي mixture حضرنا، فمجرد ما إنه تكون عندك ال viscosity قليلة معناته هنا sedimentation رح يكون أسرع. 2% of aluminium monostearate may be added to increase the viscosity of the base. طبعا إنه إذا كانت عندنا الفيسكوسيتي قليلة فأكيد راح أضيف فيسكوسيتي إنهانسر. ممكن إنه هنا راح نستخدم الألمنيوم مونستيريت بنسبة 2% حتى تزيد الفيسكوسيتي، معناته إنه هنا أنا راح تقلل السيدمنتيشن، يعني at least لحد ما أذوب وأحضر وأصبها بالمولز مالتها وترجع تبرد، يعني إنه حتى تأخذ القالب، فهنا أنا لازم إنه تكون يعني ما يصير عندي سيدمنتيشن للأكتيف إنجريدينت. Cetyl or sterile alcohol or stearic acid are added to improve the consistency of the substances. مثل ما شفنا إنه مثلاً نضفنا الستيارك أسيد بالفورمولا مال الكريم، إنه هي تنطينا كل هذه يعني تنطيني هذا القوام القوي للسبوستريز. Lipritoness, the cocoa butter substances are elastic, not brittle. Synthetic fat bases are brittle. هسا الكوكو بتر طبعا تعرفوها انه هي ناتشرال برودكت، ناتشرال بيس يستخدموها بالسبوستريز، وهي بيها الادفانتج مالتها انه هي الاستيك ونون بريتل. بس السينثيتك فاتي بيسز اللي هي مصنعه اللي سووها انه هذه راح تكون بريتل. This problem can be overcome by keeping the temperature difference between the melted base and the mold as small as possible. إيش وقت يصير عندي هذا البرتلنس أو هاي الكراكنج اللي تصير بالسبوستريز؟ إذا أنت مثلاً إنه كنت استخدمت درجة حرارة عالية على مود الملتينج بوينت وبعدين رجعت خليتها بالمولد، ويعني حضرت وخلصت وخليتها بالمولد وهي ستيل هوت أو يعني بهاي تمبرتشر، وتشوف إنه المولد مالتك مثلاً يكون بارد أو درجة حرارته يعني قليلة، فهنا ممكن إنه مباشرة هذا الكولينج المفاجئ راح يسوي لي هو هذه البرتلنس. Materials that impart plasticity to the fat and make these less brittle and small amount of، يعني ممكن انه هنا مش راح اضيف على مود انه overcome this problem، ممكن انه يضيفون التوين 80 faster oil
جليسرين أو بوليإثيلين جلايكول. ممكن إنه إذا أضفت هذه المواد راح يقلل الكلوتين ريسك مال السبوستريز، فحتى إنه كان هاندل وذ. نجي على density of the base, the drug, the volume of the mold, and whether the bases having a properties of the volume contraction are all important. يعني من تجي تريد تحسب الكمية مال المواد اللي لازم تخليها بالفورمولا as a suppository الوحدة، يعني للsuppository الوحدة، فإنه أنت لازم تأخذ بعين الاعتبار طبعاً الdensity مال البيسز، الدنسيتي مال الدراج، الفوليوم اللي راح تخلي بيه، يعني هذه كلها بالكالكوليشن من اللي تريد تسوي. وطبعا اذا عندي يعني بوينت كلش مهمه اللي هي الفوليوم كونتراكشن اللي يصير بعد ما تبرد، باعتبار انه انت المواد اللي خليتها لازم تكون مالتد وهايلي تمبرتشر، يعني التمبرتشر مالتها عاليه من على ما تقدر انكوبريشن، مثلا تضيف بقيه المواد، عندك باودر، عندك اي ليكويد تريد تضيفه بال، يعني على ما تسوي ميكستشر ويا البيس. فهنا عندنا مشكله الفوليوم كونتراكشن. انت تتعامل ويا 1 مل او 2 مل، ال 1 مل او 2 مل يعني از ا فوليوم، ما دا احكي على الويت مالتها، از ا فوليوم. فانه اكيد هنا من تبرد، انه باعتبار انه اصلا الحراره العاليه هي راح تسبب لي التمدد هذا اللي يصير، فاي شيء مثل هسه الثلج، القوالب مال الثلج، انه هذه من يجمد راح يصير بيه كونتراكشن للفوليوم، يعني مو نفس الفوليوم اللي خليته. فانت مخلي 2 مل، فاي كونتراكشن بسيط فهو راح ياثر لك على على الفوليوم مال السبوستريز كامله. فالكونتراكشن لازم ينحسب، الفوليوم اوف كونتراكشن مال الماده اخذه بعين الاعتبار من اريد اسوي الفورمولا. اكو بعض السبوستريز قلنا مثلا 1 جرام اللي هي خلينا نقول كحجم 1 مل، زين 1 مل ويصير بها كونتراكشن، فاكيد هذا راح يفرق كلش بالحسابات مالتنا. بعض المواد يصير بها كونتراكشن طبعا فوليوم كونتراكشن، وبعض المواد ما يصير بها فوليوم كونتراكشن بعد الكولينج. فهنا لازم they all determine the weight of the suppositories، لازم انه انت تعرف الويت اللي عندك مال السبوستريز، ولازم انه تسوي له ايفالويشن بعد ما تحضر على مود تعرف اذا صار عندك هذا الكونتراكشن بالفوليوم اثر او ما اثر على الكونستريشن مال الدراج. Lubrication of the mold Lubrication of the mold. Some widely used lubricant agents are mineral oil. ممكن إنه يستخدمون mineral oil حتى أسوي lubrication للmold. يعني شنو؟ أجيب فرشة، أخذ أي نوع من mineral oil أو aqueous solution أو aqueous solution of SLS. ممكن إنه alcohol tincture أو green soap. هذولي ياخذون يعني إنه كمية قليلة فرشة، أو مثلاً ممكن إنه حتى بال يعني wipes زين يستخدموها ويمسحون بها المولد. المولد هو القالب اللي راح أستخدمه لل يعني على مدى أسوي suppositories. أيضاً أنا مخليت لكم صور هسه تشوفوا. وbrushing or spraying، أكو مواد تجي على شكل spray، فهذه لازم أنت تسوي lubrication للمولد على مود من تريد تطلع suppositories، يعني برا ما تحضرها وتبرد ما تصير يعني ما يبقى من عندها على المولد اولا، وثاني شيء حتى ما تتكسر. فاللوبريكيشن جدا مهم ويا بعض البيسز، وسبيشالي اذا شنو هذه البيسز ما بيها فوليوم اوف كونتراكشن، يعني اذا ما صار عندك كونتراكشن، هي من يصير عندك كونتراكشن بالفوليوم بعد الكولينج معناته انه هي بتنكمش على نفسها، فممكن انه ايش راح تسوي؟ ما راح تلتصق بالجدار مال المولد. فأكو بيسز ما بيها volume of contraction، فهذه راح تبقى ماخذ المولد كله، الحجم مال المولد كله، فمن تريد تطلعها هاي بصعوبة. بس lubrication of mold راح استخدمه أكثر شيء وهي البيسز اللي ما يصير بيهم contraction بالحجم طبعا. نبدأ على volume of contraction. On solidification, the volume of suppositories decrease. يعني volume فقط اللي هو رح يصير بي decrease. The mass of the suppositories pulls away from the side of the mold. مثل ما شرحنا انه هي
راح تنكمش على نفسها، فمعناته انه هي راح تبتعد عن الوولد مال المولد القوالب اللي هي احنا خليناها بها. This contraction helps the suppositories to easily slip away from the mold, preventing the need of lubricating agent. فهنا ما راح احتاج lubricating agent. Sometimes when the suppositories masses is contracting, a hole forms in at the open end. زين هسه احنا قلنا هي كادفانتج للفوليوم كونتراكشن انه ممكن انه ما راح احتاج اللابريكيتنج او اللابريكيشن ايجنج. زين هنا ممكن انه ما راح احتاج هذه از ادفانتج، بس المشكله الثانيه شنو؟ ممكن انه يصير عندنا، وانتم اكيد شايفيها باغلب السبوستريز وسبشلي اذا الصناعه مالتها مو من شركات رصينه او مثلا شركات زينه، دائما تجي النهايه مالتها بها مشكله، يعني مو عدله، يا أما مكسرة يا أما بها فقاعات هيك تحس مثل فقاعة بالوسط أو بالنص. يعني إذا عندكم أي سبوستريز هسا روحوا افتحوهم وشوفوا النهايات مالتهم دائما، حتى إنه يعني من تطلعها من الباكجينج مالتها يبقى جزء من عندها مكسر يعني بالباكج، لأنه هذه كلها معناتها لوس بالأكتيف إنجريدينت، معناتها البيشنت مدى ياخذ الأكتيف إنجريدينت كاملة يعني الكونستريشن كاملة، فهذه المشاكل كلها تصير يعني during the formulation. فلازم انه بعض الشركات اللي هي يعني تحسب حساب هذه كل اللي هي شركات رصينة، فمعناتها انه لازم هذه يعني هذه واحدة من يعني من الكواليتي كنترول للسبوستريز انه ما بيها هاي الفقاعات او الكراكنج اللي يصير بنهاية السبوستري. This gives an elegant appearance, an elegant appearance to the suppositories. طبعا انه هو شكلها ابدا مو لائق. والweight variation among suppositories is also likely to occur. يعني مو بس انه هي كشكل، بس مثل ما قلنا ايضا انه ممكن هذا يصير هذا كله loss بالactive ingredient. This contraction can be minimized by pouring the suppositories mass slightly above the congealing temperature. زين شلون راح اقدر overcoming هذه المشكله اللي تصير مال الكونتراكشن والاوبن يعني الفتحات او الهولز اللي تصير بالاوبن مال السبوستريز؟ انه شو يسوون المول دائما من استخدمه ما استخدمه درجه يعني بارد، لازم احاول انه ازيد درجه حراره المول الى درجه معينه، يعني مثلا انه شويه احميه بحيث حتى ما يصير فرق بين الماده اللي من اخليها وفرق بين يعني الماده اللي اخليها اللي هي اكيد لازم تكون يعني درجه حرارتها عاليه، لانه انا اذا احكي عن ماده بالروم تمبرتشر المفروض تكون سوليد، فاني من اشتغل بيها ومن اريد اصبها حتى احضر يعني اصبها بالقوالب، معناته انه لازم تكون مالتي درجه حرارتها عاليه حتى اقدر اشتغل بيها وفورمت يعني انه اقدر اشكلها مثل ما اريد. فهنا لازم من تضيفها للمولد أو من تصبها بالمولد لازم تكون درجة حرارة المولد مو أعلى ولا فرق كبير بينها وبين درجة حرارة الماس اللي أنت ضايفها. Another way to overcome this problem to overfill the molds and scrap off the excess mass which containing the contraction hole. شو راح تسوي؟ دائما من يحضرون السبوستريز يصب اكثر من الكميه يعني مثلا انت مو لازم تخلي 2 جرام بكل مولد، ما اخلي 2 جرام مثلا او احسب 2 جرام واضيفها بالمولد بالهول الوحده، لا ايش راح يسوون؟ يصبوها كامله ويصير عندي مثل الطبقه فوق المولد، هذه الطبقه شو يسوون بعدين؟ يشيلوها مثل النايف ورا ما تجمد الماده، يشيلوها بمثل النايف بحيث انه انت overfill، يعني مو بس تملي المولد، لا overfilling يعني تخلي اكثر من المادة حتى لو تطلع من الهولز مال المادة اللي هي هاي. بسوفكم المولد حتى يفرسكم فكرة هذه، يعني انها ما يخلي المادة اللي هنا واضحة طلاب؟ طلع عندكم الصورة؟ يا دكتورة واضحة. زين فهنا مو يخلي المادة لحد اللي هنا، لا تطلع هنا على هذا السيرفس، تسوي لي في الطبقة كاملة على هذا السيرفس اللي فوق،
هسه ان شاء الله نحضرها بالمختبر وتشوفون. يعني ما اخلي بس لهنا مثلا اقول ايه هذا حجمها 2، لا هذا كلها تشوفوها وكفرد ويا الماده مال السبوستريز. بعدين شو يسوي؟ يجيبون مثل الشارك نايف زين ورا ما تجمد ويكشطون هاي الفوق هيك، يعني يشيلوها من هنا كاتنج، يسوون هذه الفوق وتطلع لك السبوستريز، يعني ارجع انه ريفورمد، يعني انه انت تشكلها من جديد. بس اهم شيء حتى ما تصير هاي الهول اللي بنهاية السبوستري. هذا هو القالب مال الفورميليشن. نجي على المشكلة الثالثة اللي هي displacement value. شنو يعني displacement value؟ displacement value دائما يحسبوها بالسبوستريز، أول شيء قلنا لأنه الكمية مالتها هي كلش قليلة، وثاني شيء إنه أنا عندي base مثلا راح أقول إنه هذا المولد هو 2 جرام، الحجم مالته 2 جرام، الوحدة للسبوستريز الوحدة للسبوستري الوحدة هو 2 جرامز. زين أنت عندك active ingredient وعندك البيس. الاكتف انجريدينت ممكن ان الدنسيتي مالته تختلف عن الدنسيتي مال البيس، وهذا فشي اكيد لانه احنا شفنا البيسز اللي استخدمناها مثل الفازلين والهارت بارافين، يعني انه والواكس هذول كلهم الدنسيتي مالتهم عاليه، فاكيد الدنسيتي مال الاكتف انجريدينت كانه مثلا انه يكون الباودر مثل الزنك اوكسايد اللي استخدمناه او شيء، يعني هذول كلهم الدنسيتي مالتهم ما تعتبر عاليه. انت دا تخلي يعني two different densities باثنين جرام، فهنا أنا اكيد يعني راح يكون عندي فرق بالحجم اللي شغله كل مادة، يعني الاثنين جرام الواحد جرام مثلا من البيس يعني كدنسيتي مالته اكثر من واحد جرام مال الزنك اوكسايد اللي هو مثلا باودر او مثلا الكهول او اي مادة ثانية خليناها. فنشوف الـ displacement value معناته إنه هنا شنو؟ The volume of the substrates from particular mold will be constant but the weight will be vary because the densities of the medicament usually differs from the density of the base. يعني أنت راح تخلي نفس الـ weight المذكور مثلا عندك، بس المشكلة هنا الـ volume اللي راح ياخذه الـ base راح يختلف عن الـ volume اللي ياخذه نفس الحجم من الـ active ingredient. فهنا hence the density of the medicament will affect the amount of the base required for each substance. فش راح يسوي؟ راح يشوف الـ density مال الـ active ingredient اللي ياخذه ويشوف هي ايش قد راح تسوي displacement من الـ volume. بعدين يلا يقرر ايش قد راح يضيف base لهذه المادة. فدائما عندنا نشوف الاكتف انجريدينت منطيها displacement value، يقول لك هذه الماده displacement value مالتها هل قد من تريد تحضر السبوستريز، هذا هاي displacement value راح انقصها من الـ volume او الويت مال البيس. شوف هنا أنا مثلا الويت اند فوليوم كنترول شلون راح اسوي لهم كنترول، واضح يعني الفكره مال displacement value طبعا راح نحل عليها، يعني انه بها هي شويه حل بالعملي. فهسه فهمنا شنو يعني displacement value بصورة عامة، انه ايش قد الاكتف انجريدينت راح المفروض تزيح من كفوليوم او كويت، راح تزيح من الويت او الفوليوم مال البيس. واضح طلاب؟ لو عندنا سؤال اكو احد مفتهم الفكرة؟ واضح طلاب؟ واضح دكتور. The weight and volume control various factors influencing the weight of the suppositories, the volume of the suppositories, and the amount of active ingredient in each suppository. هسا أنت من تريد تقيس ال weight وال volume. قلنا إنه هي هاي من ال problems مال ال suppositories manufacturing، إنه هي لازم ال weight مالتها وال volume control شوية يعني hard to work with. فهنا أنا عندي أول مشكلة اللي هو ال contraction اللي يصير بالماس من تتحضر، يعني بين الهيتنج وبين الكولينج.
الـ volume of the mouth cavity يعني أنت تخلي بقوالب، فهذه القوالب لازم تكون well calibrated، يعني إنه calibration مالتها متأكد إنه أنت من تصب هذا القالب لازم إنه هذا القالب فعلًا 2 جرام لا أكثر ولا أقل. The specific gravity of the base. Specific gravity طبعًا ليش شنو أحتاجه؟ لأنه راح أحول من الweight للvolume، فلازم أعرف الـ specific gravity مال bases. الفوليوم variation in between mold، ممكن انه هذا المولد اوكي انا قسته وسويت له كالبريشن هو لقيته 2 جرام، بس المولد الثاني مثلا انه زميلك ذا يشتغل بمولد ثاني من شركة ثانية ممكن انه يصير اختلاف او variation بهذه المولد، يعني هي نفسها between الشركات او شيء، فانه لازم دائما قبل لا تستخدم او قبل لا تحضر السبوستريز انه انت تسوي كالبريشن للمولد، يعني تعرف ايش قد حجم مالتك الاكشوال. Weight variation between the suppositories due to the inconsistency in the manufacturing process، ممكن انه مثلا اذا ما سويت mixing عدل، ممكن انه اذا المادة مثلا ضفت اكثر او اقل، فهذا كله راح تسوي لي weight variation. ممكن انه مثلا بالمولد نفسه انه تضيف على اساس انه هي 2 جرام بس بعدين يصير عندك contraction او تختلف. انت لازم مثلا ما تحسب displacement value باعتبار انه انت عندك different densities والفرق كبير بين هذه densities، يعني مو مثل من انه انا دا احضر solution لو دا احضر كريم او شيء، يعني الكمية اول شيء اكبر وثاني شيء المواد اللي يضيفها كلها الdensity مالتها عالية، انا دا احكي عن 1 جرام مثلا سبوستريز، فهنا أنا لازم اكون مضبطة الدوز الوحدة هي 1 جرام، فلازم هنا أنا تكون مضبط الدوز كactive ingredient او كbase، فإن المانيفاكتشرينج بروسيس لازم تكون جداً أكيرت. الليمت ويت فاريشن إن سبوستريز هو 5%، يعني مخلين ككواليتي كنترول للسبوستريز، وسبيشالي اللي تتحضر يعني بالمختبرات أو مثلاً بالصيدليات، فالويت فاريشن مالتها هي 5% بس، يعني كلش أقل إذا صناعة مال مصانع، يعني هاي بالنسبة للكواليتي كنترول من يجون إنه يشوفون إنه هذا قلنا ياخذون من اكثر من باكج او مثلا من اكثر من باج ويقيسون الويت مالته، لازم يكون الفاريشن بيناتهم كلش قليل، معناته لانه اي فاريشن معناته انه هو المانيفاكتشرنج مالته كله غلط. اوكي، فهنا انا منطينا ليميت للويت فاريشن اللي هو 5%. نجي على المشكله رقم 11 اللي هي الرانسيديتي. شنو الرانسيديتي؟ اللي هي عندنا انه احنا قلنا بالبيس مالتنا عندي unsaturated fatty acid، هذه شنو؟ هذه الاغلب البيسز اللي تتكون من عندها السبوستريز. هنا ممكن انه شو يصير بيها؟ ممكن يصير بيها auto oxidation or decomposed into aldehyde and ketones and acid. These products have a strong and a pleasant odor، يكون ريحتها يعني زنخة هيجي، فإنه هي هاي الانساتوريتد فاد من يصير لها اوتو اوكسيديشن، باعتبار انه انت او سبيشالي انه تصير بالناتشرال بيسز، ناتشرال اكرينج بيسز اللي تستخدمها بالسبوستريز. The lower of the content of unsaturated fatty acid is in the base, the higher resistance to rancidity. كل ما قلت عندك الانساتوريتد فاتي اسيدز معناته راح تقل عندنا الشانسز للرانسيديتي. لا بس خلينا ناخذ استراحه ونرجع نكمل.